غيرك، مفيش سيرة المستشار مثلا له أفضلية على الناس، ولا سيرة العقيد له أحقية على الآخرين. الناس كلها المفروض زي بعض. فكل ما تكون الدولة أكثر تمديناً واضح وأكثر، الفكرة، واضحة يا أستاذ محمد. في عندك حضرتك نقطة تانية تحب تقولها؟ بس لا الفكرة لا وضحت شكرا بالكامل، شكرا حضرتك شرحتها أكتر من مرة. طيب شكرا شكرا جزيلا أستاذ صالح، مساء الفل. مساء الخير. الأراني بدري بدري، تفضل. ماشي. أنا عايز أستكمل من أول ما أنا لقيت نفسي بره، فجأة بره الغرفة. فعندي كلامك حوالين تغيير المدخلات عشان تغيير المخرجات وتكوين مجتمع يؤمن بالحرية الشخصية. طبعا يعني انا هعترف ان المخابرات، اجهزه المخابرات بتلعب، بس اظن ان دورها اتفه من انه ان احنا نتكلم مع النو وان احنا نذكره ونجعله موضوع للحوار على الاقل على هذا المستوى اللي احنا بنتكلم عنه. لكن انا بعتقد ان المساله مساله تيارات فكريه. التيارات الفكريه دي بتتصارع وبتتلاقح، وهي بتمثل في الاخر قوى اجتماعية بعضها عايز يستعيد نقطة مضيئة في التاريخ، وبالتالي هو التاريخ بالنسبة له تاريخ هابط دائري نازل من نقطة مضيئة إلى وبشر أنقياء إلى بشر أشرار وممارسين للرذيلة. ومهمتنا في الحياة إن احنا نستعيد هذه اللحظة المضيئة. وبالتالي فكرة الشطرنج مناسبة جدا، لأن الشطرنج نظام مغلق دائري، أنت بتنهي الدور عشان تبدأه من جديد، بتبدأه من جديد. بينما في تصور تاني أنا بعتقد فيه إنه التاريخ حركته متحركة، والفعاليات اللي بتقوم بتحريكه فعاليات متعددة جدا ومعقدة جدا، وقايمة أساسا على تغيير العلاقات الاجتماعية. وإن كنت لا أنكر أبدا تأثير الأفكار، لكن هو واللي أنا بمارسه دلوقتي، وأظن كلنا بنعتقد في تأثير الفراشة سواء اعترفنا ده أو ما اعترفناش. فده تقريبا اللي أنا كنت عايز أعلق عليه في الكلام اللي اتقال، وشكرا لكم. شكرا جزيلا يا استاذ صالح. كريم، تحب اديلك بريف عن الروم ولا هو ما فيش مشكلة، أنا بس كنت عايز دكتور فرويد، أنا داخل أصلا أتناقش مع دكتور فرويد. دكتور فرويد؟ دكتور سيجمون كان بيبقى اون اند اوف طول البانل، يعني هو طول الروم عنده بس كده. مشكلة أنا في الكونكشن دلوقتي أوكي، وبيحاول. أنا داخل أصلا عشان أشوف. أنا قلت أنا داخل عشان هو تطرق لبعض الأمور العلمية اللي ليها علاقة بطرحية وكده، أو ليها حتى علاقة بالورقة العلمية الموجودة، فأنا كنت عايز أتناقش معاه. طيب هبعت له اشوف حضرتك كريم، بس هو طول الروم كان بيفضل يطلع ويدخل، يعني حتى اخر مره كان فتح الميكروفون كان عنده مشكله في الصوت ده كمان، اوكي كان يعني مش ما عندكش اي حاجه عايز تقولها في الموضوع بتاع الروم؟ لازم اتناقش معاه الاول، لازم اتناقش معاه اشوف الورقه هو اكيد بيستشهد، اكيد هو اللي طلع على الورقه، يعني ما اظنش ان حد هنا طلع على الورقه العلميه اللي موجوده، فعايز اتناقش معاه فيها ونعرف هي بتقول ايه. وهو لو في اي وقت، لو هو مثلا مش فاضي دلوقتي، لو اي وقت عايز يشرفني في القناه، لان برضو كان برضو عرفت ان هو اتكلم عن موضوع البقاء، وان ازاي لو احد شخص من يعني احد الاشخاص بيستدل بشغل هايد على كذا، ده كلام مستحيل او حاجه زي كده. لو يحب يشرفني في اي وقت انا القناه عندي موجوده، اي وقت يشرفني من النهارده لو عايز يجي بالدراسات اللي هو بيعرضها دي بشغل هايد، ونعرضه قدام الناس ونشوف هو بيقول ايه اصلا او بيتكلم عن ايه. اوكي، لا بس احنا النهارده هايد، النهارده مش على البقاء، هايد النهارده على موضوع تاني خالص، على موضوع لا لا، هو ذكر التحليل. ده في النص، هو ذكر ده في النص في موضوع البقاء، وذكر ما شغل هايد، ويقول ان شغل هايد ده معناه كذا وكذا وكذا، اتكلم يعني عن شغل هايد، ويتكلم عن هو الاخلاق من لما منظور تطوري اوكي عامة يعني. صحيح، هو بالظبط. ذكر ده. فهو عامة لو هو موجود دلوقتي عايز اناقشه في موضوع الروم في نفس الورقة اللي محطوطة بين دلوقتي، مفيش مشكلة. لو هو عايز يشرفني على القناة في اي وقت بكل يجيب، يعني هيبقى عنده شير سكرين يقدر يعرض كل اللي هو عايزه يعرضه، وانا الناس عارفة انا كده كده ما بقطعش حد يعني. عايز يشرفني على القناة في أي وقت أهلا وسهلا، عايز يشرفني في قناة تانية حتى أنا ما عنديش مشكلة، فأنا موجود، أنا مش مستخبي، أنا موجود في أي وقت.
على العموم انا نهائي. في اي وقت لو هو حضر لو عايز تبعت لي اناقشه. اوكي طيب بس انا بقى عندي عتاب عليك بقى، لو انت كان معمول لك بلوك في روم ما بعتليش ليه؟ ده انا عتاب شخصي. الفكره انا مش متابع ايه الرومات او ايه الموضوع. هم قالوا لي ان في الاستاذ فرويد كان بيتكلم في كذا كذا، يعني بعض النبذه البسيطه عن اللي قاله، ريكورد بسيط كده ان موضوع البقاء وهايد وكلام من ده. فانا مش شايف الروم اصلا، فبعت لابو بكر قلت له انا كده كده مش شايف الروم اساسا يعني، ومش عارف مين بيبلكني ولا بتاع. فتقريبا ابو بكر ما كانش عليه الدور ان هو يتكلم، فلما جاله الدور يتكلم وانا بعد كده اتشغلت في حاجات تانية بس. فده كل حلو. الفكرة يعني. بس ابو بكر، اصل ابو بكر بيقول لي ان انت مش عارف تدخل من اول الروم، وانا قايل لك قبل كده لو ده حصل ابعت لي وانا يعني هنزل لك البانل كلها، صح؟ هي ما بتطلعليش انا اصلا علشان ادخل انا او ما اتضايقت. ادخلش. انا لما ذكر ايوه اسمي، لما ذكر، آسف، لما ذكر بعد الطرح بتاع البقاء، ناس بعتت لي قالت لي ده في روم بتقول كذا 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 بس. على العموم خير مش مشكلة. ففي أي وقت لو الدكتور فرويد، الفكره كريم، بس ان ابو بكر كان بيقول لي ان انت مش عارف تدخل من اول الروم، فانا حتى قلت له لا استنى ما تبداش هي منه، مش شكلك طالعة حد لي بتعرف أصلا أول كده. أنت أول إيه؟ مش قصدي اللي هو أول الروم، من أول ما فرويد اتكلم على موضوع البقاء. هتقول كلام ونأوله بقى ابو بكر ولا ايه؟ انت هي من اول الروم يعني مش من اول اول بس. احنا انتوا اللي عديتوا ليفلات عاليه جدا في موضوع التاويل ده، احنا ما وصلناش للمرحله دي. هو ايوه ميم. ايوه انا هي انا لما من ببقى اول الروم، ما تعنيش من اول الروم. ماشي خلاص، هو حاضر يا ابو ميم، بكر. هو ميم بس بالهداوه كده. انا لما يكون حد مبلكني انا هعرف ايه الروم اللي موجوده، ولا حد هيبعت لي ولا هيعرفني؟ انا عرفت لما ذكر الطرح فقالوا لي تعالى ده في كذا، فانا اصلا مش شايف الروم، منتهى البساطه يعني. بس على ولا هي العموم مش مشكلة. أزمة، أنا شايف إن إحنا نحول الموضوع ل، أنا مش فاهم يعني، مش القصة، من كده كده في الآخر دخلت، مش مشكلة يعني، بتحصل انا يعني. بعرف بتاعتك يعني، أنا في مرة بس ساعات انا بقول لك أنا لما ممكن أبقى فاتح روم، أنا انت ممكن عملت أبقى ده فاتح. معايا قبل كده يا كريم، انت عملت لا ده ده معايا طبعا قبل ده كده حقك ونزلت وحق بانل أي حد، ده طبعا ده بالظبط. طبعا ده دايما. انت نزلت بانل كاملة، انت نزلت بانل كاملة عشان انا اعرف ادخل الروم، فانا إحنا في حقك عليا بقول لك ان انا لو انت في اي وقت عايز تدخل الروم انا فيها ابعت لي مباشرة، مش لازم تستنى ولا ابو بكر يبعت لي بعد ما الروم بتقفل ويقول لي كريم مش عارف يدخل من اول الروم اللي هي مش من اول بس ما علينا، واعرف لا ابعت لي احنا مباشرة هنا، يا كريم. احنا هنا في ساحة حوار، وانا مؤمن بالحوار، وبالتالي فكرة البلوكات وان انا امنع حد ان هو يبقى موجود او كده، دي مش من سياستي ولا سياسة اي روم ببقى فيها. وهي الفكرة ان الروم ما بتطلعليش اصلا، فانا مش عارف ايه امتى اول الروم ولا اخره، انا مش عارف اي حاجة من الروم مش طالعالي. لكن الاهم لو احنا مؤمنين بالحوار، لو حد عنده طرح في مسألة ما يجي ويناقش. انا مش قادر افهم يعني، يجي، انا بوجه الدعوة، استاذ فرويد، اي حد عايز يجي يناقش في اي وقت في موضوع البقاء، الاخلاق التطوريه، اي حاجه ليها علاقه بالكلام ده كله، يشرفني ويسعدني. وعلى فكره في ناس كتير قالوا كلام كويسين وهم لا دينيين بالمناسبه يعني، في روم، في يعني، انا مش ضد اي حد لتوجهه ايا كان هو ايه. فاي حد يشرفني في اي وقت انا موجود، يقدر يتواصل معايا ماسنجر، على الباك شانل هنا باي شكل من الاشكال، ويرتب معايا حوار في اي وقت وانا تحت امره. عموما الدكتور فرويد لو في اي وقت حابب يتناقش في الكلام اللي هو قاله او بالورقه اللي بيستشهد بيها، انا يشرفني في اي وقت. مفهوم تماما كريم. يا جماعة الطرح بتاعه معروف جدا وموجود على اليوتيوب شانل بتاعته، مبني على 115 تقريبا ورقة علمية حول ان مئات يعني، هو كل فيديو بيبقى فيه عدد كبير من الدراسات يعني، حسب الدراسة اللي بنقول، حسب اللي انا الموضوع اللي حصرته بنتكلم فيه اللي انا اللي انا اللي يعني. في انا الفيديو حصرته التاني كان 118، الفيديو اللي قبليه كان 100 دراسة. طبعا في منهم هنا، واصلا هي مش بالعدد، هي المهم في الاخر انت لما يعني اللي انا فاكره ان هم كانوا 115 118 حاجه زي كده. المية دي المهم يا جماعه في الطرح، الاخر، معلش انا اسف والله، انا اسف وبقطع كمين بس توضيحا انا يعني. بعمل لك اعلان والله. هفترض، لا والله مش قصدي، هفترض ان هم 1000 دراسه. هو الفكره مش 1000 دراسه يعني، انت المفروض تطلع على 1000 دراسه، لا في الاخر بتلاقي مثلا في 30 او 40 دراسه هي الكور اللي بنتكلم عنه. فده الدراسات التانيه بتبقى دراسات سنويه، او بتستشهد بحاجه على الجنب او كده او كده يعني. برضه عشان ما نصعبش الموضوع على الناس، احنا عايزين نرغب الناس في العلم ونشجعهم ان هم يروحوا للطرح العلمي، مش بنرهبهم، مش بحط له مثلا 7000 دراسه كده عشان يخافوا لا احنا عايزين نشجع الناس ان هي فعلا تطلع على العلوم وتفهم يعني، مش اكتر. تمام. فاللي حب يجي معايا كريم في اي وقت فاتح الباب لانه يتناقش مع اي حد، حوار مفتوح، مناظره، فاتح طول الوقت الباب لنقاش الطرح اللي هو بيطرحه اللي موجود على اليوتيوب شانل بتاعته بشان اهميه الدين في بقاء المجتمعات مقابل الفكر العلماني او الليبرالي. الطرح بتاع كريم مبني على دراسات علميه، وهو ذاكر الدراسات في
الفيديو موجود سكرين شوتس باسامي الدراسات كلها، بيتكلم من حوالي 115 118 دراسه. ده موجود على اليوتيوب شانل بتاع كريم المحايد. طيب هو انا كنت عايز اتناقش مع السلسله كان الدكتور اسمها فؤاد، ايه يا كريم؟ السلسله قصة الدين والحياة، هتلاقي فيديو قصة الدين والحياة، وهتلاقي قصه الدين والحياه، فيديو تاني اللي هو قصه هل الدين الإيمان من والحياه أديان صواب أو خطأ، تقريبا. وفي فيديو هنا على فلسفة الأخلاق الميتا إيثكس والنورماتيف إيثكس، واللي يعني كان في بعض المناوشات عنها النهاردة. أنا كنت داخل أناقش الدكتور فرويد، ما أعرفش هو فين، حتى أنا محتاج أسأله عن الورقة دي. فا أوكي، لو هو موجود في أي وقت يسعدني إن أنا أتناقش معاه. طيب في حد تاني يا جماعة على البانل عنده مداخلة في الموضوع بتاع روم النهاردة، على التفرقة ما بين الأخلاق الفردية المورالز والإيتيقة أو الإيثكس أو المنظومة القيمية، سواء ما بين العلم اللي بيبحث في الأخلاق الفردية زي ما الورقة اللي احنا حاطينها، أو المدارس الفلسفية المختلفة اللي بتبحث المنظومة القيمية، والتطبيقات أو تداخل الدين والقانون مع فكرة الأخلاق الفردية أو مع المنظومة القيمية المجتمعية. في أي حد عنده أي تعليق زيادة على الموضوع؟ وعلى سبل التغيير بقى اللي أنا طرحتها في الآخر؟ طيب، بحيث إن إحنا طرحنا كل الفكرة، كانت